بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء. اليوم يا جماعة هنتكلم عن إزاي نعمل غلاف الكتاب أو نصمم غلاف الكتاب بطريقة رائعة جدا. المواقع يا جماعة اللي هنستخدمها زي ما انتم شايفين كده، ده الموقع الأولاني من خلال الموقع الأولاني اللي هو بلاي ست، إن شاء الله هحط لكم الروابط بتاعته أسفل الفيديو. الموضوع يا جماعة الموقع ده هتفتحه يعني وتشترك فيه يا جماعة، مهم أول الاشتراك. طبعا طريقة الاشتراك سهلة يا جماعة، يعني الفيديو يعني أي حد بيشتغل بالنسبة للكمبيوتر مهم جدا إن هو إيه يكون يعرف إزاي يشترك في المواقع. ماشي؟ طيب الموقع التاني للنهاية اللي احنا هنشوفه، ويا ريت فعند كل نقطة تقف وتطبق معايا. ماشي يا جماعة، زي ما انتم شايفين تفسير القرآن الكريم للشيخ شراوي، ده غلاف زي كده ممكن نعمل مثلا أغلفة زي ديت، أو تفسير القرآن للشيخ شراوي أهو، نجيب شكل برضو صورة زي ديت وصورة زي نعمل صورة زي دي كده ونعمل لها غلاف ونعمل لها خلفية حيات زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. كل ده ازاي نصممه أهو. إن شاء الله يا جماعة الفيديو فيه تركات كتير وفيه أفكار كتير، يا ريت ما تروحوش بعيد واتبعوني للنهاية، لأن الفيديو بصراحة يا جماعة يستحق المشاهدة. إن شاء الله يا ريت تتابعوني للنهاية يا جماعة. ماشي، فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. المواقع اللي هنستخدمها يا جماعة زي ما انتم شايفين، ادي اول موقع اللي هو ريموف زي ما انتم شايفين كده، هحط لكم الرابط بتاعته اسفل الفيديو. الموقع الثاني اللي هو بلاي ست، مهم قوي ان انت تشترك في الموقع ده عشان تكمل فيه. وطبعا جوجل، هنستخدم جوجل ازاي نجيب الصور، هنستخدم الاداه ديت ازاي تضيفها لجوجل كروم، دي سهله يا جماعه، هسيب لكم الرابط بتاعها برضو، الصفحات دي كلها اسفل الفيديو. او تنزلها، تنزل الاداه ديت ماشي من برضو الموقع ده، واسيب لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو. ماشي، وتبدا تحملها. ادي الاداه بعد ما بتنزل كده، بتنزل معاك هنا في الداونلود كده، وتبدا تضغط عليها اي اكس اي لغايه ما تحمل، وتظهر معاك في الاسفل الفيديو بالطريقه دي يا جماعه، لان دي اداه هنستخدمها ازاي هنستخدمها يا جماعه. ماشي، طيب لايت شوت. ماشي، طيب نبدا يا جماعه على بركه الله، يلا بمشيئه الله. طيب اول حاجه، انا دلوقتي انا عاوز اصمم غلاف. ايه الغلاف اللي انا عاوز اصممه؟ لو نفرض مثلا انا هصمم غلاف لتفسير الشيخ الشعراوي، كتاب بتاع تفسير الشيخ الشعراوي، هكتب تفسير في جوجل كده، تفسير القرآن الكريم للشيخ الشعراوي. ماشي يا جماعة، وبعد كده بضغط هنا انتر كده، ممكن انا اجيب صور اهوت من هنا كده، بيجيب لي بعض الصور الموجوده زي ما انتم شايفين كده التفسير. ماشي، بعض الصور مود، ممكن اخد اي صوره من هنا. ماشي، اخد اي صوره من هنا عشان تكون الغلاف بتاع الكتاب. لو نفرض انا مثلا هاخد الصوره دي، او اخد الصوره دي شيخ شعراوي، او اخد الصوره دي، او اخد اي صوره من الصور دول، ممكن نعملها الغلاف بتاع الكتاب يا جماعه. ماشي، لو نفرض انا هاخد الصوره دي كده، اقف هنا واعمل كليك يمين وكوبي او سيف ايمج از اهو، وابدا هنزلها مثلا في مكان معين. لو نفرض انا هعمل هنا في الداونلود كده، هعمل نيو فولدر للشرح، ده فولدر الشرح، الشرح اللي هنزل في الصور ونبدا نشتغل فيه. ادي اول صوره نزلتها. ماشي يا جماعه، طيب انا عاوز انزل صوره زي دي، ممكن انزل بقى اشوف صوره تانية، ممكن اخد تفسير القران الكريم كامل الشيخ شعراوي دي برضو اهو، او الشيخ شعراوي دي الصوره دي اهي، واخد كوبي كده او سيف از ايمج، وبرضو في الفولدر اللي انا عملته في الداونلود، وانزل تاني صوره. ماشي، طيب نزل زي ما انت عاوز. ممكن هعمل حاجه تاني، تفسير مثلا القران الكريم في ظلال القران الكريم للشيخ صاد قطب، تفسير في ظلال
القرآن الكريم بمجرد انا بنزل كده اهو تفسير الزرار، ممكن اخد الغلاف ده، ممكن اعمل كوبي كده اهو سيف از ايمج، وممكن اخد الغلاف ده، ده برضو هنحتاج ممكن نحتاجه. دي بقى افكار يا جماعه وتريكات كل واحد بقى ايه هيبدا يشتغل عليها، بس انا يعني هديك الطريقه اللي انت تبدا تشتغل بيها وانت تبدع بقى. يعني الموضوع ده عاوز ابداع يا جماعه، يعني الموضوع عاوز ابداع. ممكن اخد الصوره بتاع سيد قطب اهي برضو سيف از ايمج كده. طيب بعد انا ما خلصت هنا جوجل وخلصت نزلت الصور اللي انا عاوزها، ماشي، هقفل انا جوجل كده هنا وابدا اروح للموقع اللي هو بتاع بلاي سيت ده. طبعا انا مشترك فيه اهو، ماشي يا جماعه. طبعا اول ما تفتح هيديك ساين اب وتبدا تشترك بالايميل والباسورد، وهيقول لك مثلا فعل الايميل، هتفعل بالايميل وتمشي مع الخطوات واحده واحده. هتيجي تروح هنا يا جماعه، مهم قوي قوي هنا في عندي حاجه اسمها موك اب مكان دي كده اهو بلاي سيت اهو موك اب، ماشي يا جماعه. اروح للايه للموك اب دي واختار مثلا بوك. على فكره يعني دي احنا بنطبق على 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 البوك، لكن هو في ايه افكار كتيره جدا، ماشي. اروح للبوك كده واضغط انتر. طبعا الموقع ده يا جماعه مدفوع، يعني هنا ايه الخطوات اللي هنا دي مدفوعه. انا عاوز ابدا اعمل مثلا ايه الغلاف زي ما قلت اوريدكم ده، هروح مثلا لكلمه فري هنا ميكسد فري كده، وهنشوف الصور الصوره اللي انا ايه وريتها لكم في الاول. الصوره دي انا عاوز اعمل تصميم الغلاف هنا للشيخ شعراوي او للاستاذ قطب على الصوره دي بتاعت البنت دي، واغير الخلفيه، ماشي يا جماعه. اهو هضغط هنا مثلا كده واقف هنا، ماشي، لغايه ما يحمل. انا ماشي معاك خطوه خطوه، انا ما بوقفش عشان انتوا تشوفوا كل شيء، لان طبعا انا بقى هغير خلفيه الكتاب ده وهنغير الخلفيه ونشوف الايه الشغل اللي ايه اللي هنعمله بقى، ماشي. هنا بيقول لي انسرت ايمج وانسرت ايمج، هنا عندي صورتين اتنين، الصوره دي الغلاف ده والكعب ده، ماشي. انسرت ايمج ديت اهو بفتح، بيقول لي ابلود فروم يور ديفايس، من الجهاز بتاعك اهو، من الجهاز الصور اللي انا نزلتها. اروح للداونلود واروح لايه الفولدر اللي انا عملت فيه الشرح. لو نفرض انا مثلا عاوز ايه اخد ايه في ظلال القران هنا، هو بيديني هنا الموف مظبطها لها هي، لو هي فيها اي شيء ممكن انت ايه تكبر وتصغر من هنا كده، لو فيها حاجه ممكن تكبر وتصغر من هنا من دي، لكن هي هنا متظبطه كويس اهي متظبطه كويس، واضغط على كروب شوف اللي هيحصل. جميل. طيب فاضل الكعب ده بقى، فاضل الكعب ده، هاجي هنا برضو تاني حاجه انسيرت ايمج اهو ابلود، انا عاوز احط مثلا الصورة بتاع سيد قطب اهي. طيب بيحطها لي هنا صورة صغيرة كده، لو انا ضغطت على دي كده كروب هتبان لي هنا، بصوا اهي باينة هنا صورة صغيرة. طب انا عاوز املاها الكعب ده كله كده اعمل ايه؟ هاجي هنا اعمل حاجة ريبليس هنا تاني او ريسايز، ريسايز هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خد بالكم بقى، اخد هنا ايه المسافة دي كده، ماشي، واعمل ايه من هنا كده، اخد اللايت شوت اللي انا الايه اللي انا قلت لكم ننزله ونسطبه، اضغط هنا لايت شوت واخد الايه الكعب ده كده كوبي، واقول له ايه كوبي، واروح للرسام بنت، طبعا هستخدم برضو برنامج البنت، واضغط هنا كوبي، وبعدين اعمل ايه اجيب صوره سيد قطب، افتح صفحه ثانيه للرسام من هنا اهو، ثواني واروح فايل واقول له اوبن الصور اللي نزلتها في الداونلود. انت بقى هتنزل على سطح المكتب في اي مكان واختار الصوره دي مثلا بتاع سيد قطب اهيت، ماشي، واعمل لها كوبي كده سيلكت واعمل كوبي كنترول ايه اهو حددتها واعمل كوبي، واروح للصفحه الثانيه بتاعت الرسام هنا وابدا انزل دي هنا. هو طبعا انا عاوز اعمل الكعب ده املاه املا الكعب ده،
ممكن اخدها كده ماشي وابدأ اصغرها بالوضع ده اوكي، واخد دي كوبي واعمل فايل نيو واقفل دونت سيف مش هسيف، واقوم جاي حافظ دي كده واخد الايه الكعب ده واقول له سيف، واروح برضو للرسام اغير هنا خليها جي بي جي عشان المساحه، واقول له مثلا الكعب بتاعي اول واحد واحد اهو، احط له اسم واحد خلاص. طيب هروح للموقع اللي دي بقى الكروب، اعمل ريسيت ماشي، اقفل دي كده تاني اهو، اعمل حاجه اسمها ايه ريبليس اهو، اضغط على كلمه ريبليس، معلش هنا الصفحه الموقع هنا بيبقى تقيل شويه، طبعا غيرها لي اهيت انسيرت، اجي هنا انسيرت ايمج تاني ابلود، اختار دي واحد اهي. طيب هنا ظهرها لي صغيره، انا عاوز اخليها تكبر تاخد المسافه دي كلها، اجي بقى زي ما قلت لكم دي في العلامه هنا دي كده اهي، واقول له كروب، بدات ظهرت معايا اهي يا جماعه في الكعب اهوت زي ما انتم شايفين، نقل الصورة دي. طبعا انا بقى ممكن اعمل اغير خلفية بوك كولر، البوك كولر ديت ممكن العب فيها هنا في البوك كولر هنا كده، ممكن ايه اجي هنا في دي كده واجي ايه، وطبعا ايه اختار اي لون من هنا الالوان دي بس عشان تبان معاكم اهي، تغير بقى زي ما انت عاوز في البوك، احمر طبعا مش هتبان قوي، اوقف هنا تاني كده، انا بديك الايه التريكات اللي انت ممكن تضيفها لك، واد جرافيك ممكن تعمل اضافه هنا بعض الحاجات العلامات، ممكن عاوز اضيف بعض العلامات معينه اضيف دي كده واخدها هنا كده مثلا دي، لو انا هاخد الصوره دي كلها ماشي. طبعا احنا مش هنستخدم الحاجات دي يا جماعه لان دي في جزئيه هتبقى مدفوعه الاجر، بس انا ايه بوريك ازاي ممكن تضيف. طبعا هنا بيقول لي فري داونلود، اضغط على فري داونلود كده اهو، بيدخلني بقى في الفري داونلود اهو، بيقول لي هنا فري مكاب داونلود يو كان جيت ذيس مكاب، يعني ممكن انزل ده كده اهو اهو فري داونلود ماشي، هيبدا في الماي داونلود اهو بيبدا يحمل بروسيسور يور مكاب فيو اول انا ماشي معاك واحده واحده اهو، داونلود فور ويب 72 دي بي، ممكن اضغط على دي كده اهي، هنا دي فري اهو، انزلها برضو في الشرح هتاخد نفس المقابل ده كده، واقول له سيف، نزلت معايا ماشي، نزلت معايا ماي داونلود، ادي الصوره بتاعتي اللي نزلتها اهي ماشي يا جماعه. طيب في حاله بقى ما ادكش كلمه فري، في حاله ما ادكش كلمه فري ديت ممكن انا ارجع الخطوات دي كده، يعني في حاله ما ادكش هنا كلمه فري لان هو مش هيشتغل معاك فري على طول، انا همشي ومهم ان انت تسجل، في حاله ما ادكش هنا كلمه فري كده لان بيبقى مدفوعه الاجر هعمل ايه بقى؟ لو انا مثلا ما ظهرليش هنا كلمه فري، انا هاجي عندي هنا في ايه البرنامج اللي انا سطبته هنا الاداه دي لايت شوت كده، اضغط عليها هنا كده اهو، لان عشان برضو نستخدم الحاجات ديت ونلغي الخلفيات ونظبط الحاجات دي اهو، هاخد دي كده كوبي واقول له سيف جي بي جي، اروح للداونلود بتاعتي اهو الشرح واحطها هنا خلاص ماشي يا جماعه. طيب هاجي اروح بقى لايه للداونلود، الحاجه اللي انا ايه الفولدر اللي انا عملته اهو الداونلود، وادي الشرح، ادي الصور اللي انا نزلتها ماشي، المقبل اللي انا نزلته اللي هو الفري اهو ماشي بان بي، ودي في حاله ان انا ايه ما نزلتش انا الجزء المقبل ده ممكن اشتغل بالاداه دي. طيب انا عاوز الغي الخلفيه دي بقى، الخلفيه الموجوده دي ازاي الغي الخلفيه؟ اروح بقى لبرنامج تاني
برنامج ده اهو، ده مش محتاج تسجيل ولا حاجه اهو. لوجن ان واروح لهنا ابلود ايمج كده، واختار مثلا لو نفرض هاخد المقاب اهو، بيحمل لي ابلود ايمج. ده برنامج جميل جدا يا جماعه، يلغي لي الخلفيات ولا محتاج فوتوشوب ولا محتاج شيء. استنى شويه عشان مساحه الصوره كبيره، لكن بالجزء اللي هو جي بي جي كان هي هياخدها اسرع. انتظر كل ده بيحمل، المساحه كبيره. أربعة ميجا، لكن اللي انا عملتها للجي بي جي اتهيت يا جماعه 105 كيلو بايت، هتبقى دي اسرع. دي لو انا عاوز احتفظ بيها زي ما هي كده احتفظ بيها زي ما هي كده، لكن لو انا عاوز اغير الخلفيه ديت نروح بس كده، ممكن اوقف دي للموقع اهو، اعمل ابلود ايمج واختار بقى اللي هي الجي بي جي عشان تبقى اسرع. ماشي يا جماعه، عمل لي الخلفيه اهيت زي ما انتم شايفين زي الفل اهيت، مفرغه اهوت ولغالي لغالي الخلفيه بمنتهى السهوله. اعمل داونلود كده اهو، نزلها لي هنا اهوت اهو، نزلها لي داونلود بي ان جي سيف. طيب في امكانيه ثانيه جميله في الموقع ده يا جماعه، انا عاوز اعمل خلفيه ثانيه بقى مختلفه غير الخلفيه دي، اضغط على ايديت هنا كده ماشي. لو انا عاوز امسح حاجات هنا اهو كمان ممكن امسح، عندي اريز اهي، اريز كده اكبر العلامه دي، دي العلامه دي، لو انا عاوز امسح العلامه دي مثلا جزء الجزء ده، او امسح اي شيء هنا في الصوره مش عجباني ماشي. في بعض الصور هيتظهر معاك الجزئيه دي، ممكن امسح انا جزء العلامه دي كده اهي. يعني انا بشرح لك بس عشان اوضح لك، في بعض الصور ممكن تحاول انت تشيل منها بعض الاشياء، مش هتظهر كلها كامله كده. وبعدين ارجع للباك جراوند اهو، اعمل خلفيات زي ما انا عاوز بقى. ادي اول خلفيه، اضغط على دي كده خلفيه كده، ها بتديني الخلفيه دي، او ممكن اضغط على الخلفيه دي كده اهو تديني الخلفيه دي. الخلفيه دي عجبتني مثلا اعمل لها داونلود اهو. الخلفيه دي عجبتني مثلا، ادي اغير خلفيات، في خلفيات كتير يا جماعه، ادي خلفيه كده اهو. خد بالك كل خلفيه انت ممكن ايه تعجبك تعمل لها داونلود. بعدين بدل شير ايمج بضغط على داونلود ايمج. اشكال جميله جدا، انت بقى تعيش حياتك وتشوف اهو خلفيات كده من المنظر ده. هاتي مثلا هنا على البحر كده، دي جميله. طيب انا عملت دي للظلال القران، لو انا عاوز اعملها بقى للشيخ شعراوي، يعني عاوز اعمل الكتاب ده غير الكتاب ده اهو، اعمل سيف اهو، نفس البنت دي نفس الصوره دي وغير الكتاب ده اخليه للشيخ الشعراوي، هعمل ايه؟ طيب هسيب الموقع ده مفتوح زي ما هو كده ماشي، واروح لبليس ات اهو ماشي، واعمل هنا ريبليس. خد بالك هغير الصوره دي الاولانيه واعمل ريبليس، وانا نزلت صوره للشيخ الشعراوي. ممكن اخد ده اهو اهو، عاوز الغي اكبر عشان الصوره الحاجات دي والحاجات اللي تحت ديت، اسحب هنا كده اهو، عملها لي كلها وجابها لي كلها، واعمل كروب اهو، بقت صوره الشيخ شعراوي. طب انا عاوز اغير الصوره بقى، الكعب ده بتاع سيد قطب، نفس الفكره بالظبط، هروح للرسام كده واجيب صوره للشيخ شعراوي واقوم منزلها، او صوره الكتاب ايا كان. ممكن اخد صور دي بتاع الشيخ الشعراوي ماشي، كنترول ايه وحددتها كده، واخد كوبي واروح لايه الصفحه الثانيه اللي انا عاملها، انا خدتها هنا مفيش مشكله يا جماعه. ممكن دي ممكن دي اهي، ممكن اصغرها كده اهو، اخدها اخد دي كده الجزء ده كده اهو، وابدا اتحكم فيه زي ما انا عايز.
اعمل سيلكت واعمل كات كده، فايل نيو دونت سيف اهو، واسميها مثلا واحد، سيف فايل، سيف في نفس المكان الفولدر بتاع الشعر. هنا انا عملت دي كلها بي ان جي، اخليها ايه، خليها جي بي جي، بي ان جي مش مشكله. انا عملت دي واحد، اعمل دي اتنين، خد بالكم عشان نغير الكعب، لان الكعب ده هنا بتاع سايد اوض، اعمل هنا ريبليس تاني اهو، واختار اتنين اهو. هي عاوزه اكبر دي بقى، اخليها تملى كلها اهو، واعمل كروب، غيرها لي اهو، شوف لو لاحظوا طلعت نغيرها لها، واجي هنا فري داونلود تاني اهو. ممكن بقى انا اغير الخلفيات دي اهو، اشيل دي واحط اي اشكال من هنا جرافيك كده، ممكن اشوف اي اشكال معينه تمشي معايا، او ممكن اضيف نص يا جماعه كمان، في اضافه نص يعني مثلا احط الصوره دي بتاع الكتاب كده اهي، خليها هنا جاتش معايا. طيب ممكن هنا بقى بقول لك اد التكست اهو، ممكن تضيف نص اهو، بقول لي تشينج مي، اروح للتشينج مي دي، اقوم جاي مغير الاسم هنا كده، واقول ايه، في رحاب مثلا بالعربي اهو، في رحاب القرآن الكريم، ماشي. هو بيديها لي خلفيه سمراء كده، واحطها هنا مثلا فوق كده اهو، ممكن اصغرها واكبرها. طيب لو انا عاوز اغير الخلفيه السمراء دي اخليها خلفيه ثانيه، واخدوا بالكم من المربع ده، ده الابيض اللي هو الكتابه، وده الاسمر اللي هو الباك جراوند. اضغط هنا اخلي مثلا ايه، اخليها مثلا لونها اصفر، دي للكتابه، دي للكتابه اللي انا خليتها من اصفر. اما دي السمراء اخليها مثلا لونها اهو الاحمر، ده دي برضو للكتابه، خدوا بالكم معلش، كل ده للكتابه. انا عاوز اغير الخلفيه دي، خليها ابيض، نخليها ابيض يا جماعه، بضغط انا بالماوس نهوت على العلامه دي، طبعا ده هيبقى كله للكتابة، لا كله للكتابة. طيب نخليها هنا كده، يبقى هي الخلفية البيضة بس، ماشي. بس طبعا انا يعني ايه متأكد ان انا ممكن اغير الخلفية دي، هي بس مقسمها لي اللون ده واللون ده، ماشي. بس هي مش جاية معاك تاني، وأدت نظرة تكس، ممكن تضيف نص تاني زي ما انت عاوز اهو، وبعدين تعمل فري داونلود، بيقول لي المقاسات بتاعتك اهو، فري داونلود. ودي بقى دي الاشتراكات الشهريه 12.7 لكل شهر، الموقع كبير جدا يا جماعه، فيه امكانيات عظيمه جدا يعني، فري داونلود. بروسيسور يور مكب، بيبدا يعمل اهو بروسيسور مكب. كليك هير تو داونلود، اضغط هنا هيبدأ ينزل معايا اهوت، نزل معايا اهو فيو اول، الحاجات اللي انا نزلتها بيظهرها لي اهو، ادي بتاع ايه الظلال، وادي ايه الشيخ الشعراوي، ماشي. انا عاوز انزل بتاع الشيخ الشعراوي اهو، داونلود ويب اهو 72 دي بي اي، اضغط هنا في هنا ميك مور، لو انا ضغطت على ميك مور كده
طبعا الموقع ممكن بعض الناس تحس ان ايه الجهاز معاه تقيل، لان الموقع كبير يا جماعه اهو. طيب انا عشان اخدها بقى في الموقع التاني هاخد ايه بالصوره بالجي بي جي زي ما قلنا المره اللي فاتت، هاخدها باللايت شوت كده عشان افرغها اخليها بدون خلفيه. ممكن اخد الجزء اللي انا عاوزه اهو واسميها سكرين شوت 2، عايز سكرين شوت 2 اهوت. طيب عاوز الغي بقى الخلفيه دي، اروح للموقع تاني ده واعمل ابلود ايمج واروح لسكرين شوت 2 اهو اللي هو جي بي جي اهو. خدها بالجي بي جي بتبقى اسرع يا جماعه اهو، عملها لي هي فاضيه خالص. ممكن انزلها داونلود، دي استخدمها بقى بالنسبه لبعض المواقع وبعض الحاجات، واقول له داونلود سيف. طيب عاوز اغير برضو الخلفيه بتاعتها، اديت اهو، عاوز اغير الخلفيه كده منظر ده، واقول له داونلود، واقول له داونلود ايمج. اغير خلفيه كده، خلفيات كتيره جدا يا جماعه اهو. ممكن اي خلفيه كده، انا بوريكم بس الطرق بتاع الخلفيات، ادي الطرق بتاع الخلفيات اهي. طيب احنا عملنا الشغل ده على صوره البنت وصوره العجل دي، ممكن اعمل على شغل تاني على صور تانيه؟ اه ممكن، اجي اروح للبلاي ست تاني اهو، واروح للمقاب، واروح مثلا للكتاب بوك. ده احنا ده على سبيل المثال، انا عاوز مثلا اهو، انا عاوز على سبيل المثال مثلا اغير الخلفيات الاثنين دول كده اللي قاعدين دول، كل واحد بيقرا في كتاب، واحد بيقرا في ظلال، واحد بيقرا في تفسير الشيخ الشعراوي. في الاثنين دول لو انا ضغطت على الصوره دي كده، هي افكار جميله جدا يا جماعه اهي، اضغط على الصوره ممكن تستخدم. كل واحد بيقرا في كتاب، يعني دي مثلا بيقرا في الشيخ شعراوي وده بيقرا في صاد قطب او العكس في ظلال. اضغط على انسيرت هنا ايمج اهي، ابلود، اخد الشيخ شعراوي ده مثلا اهو الاولاني، اظبط دي عشان الخلفيات. بص الحته دي ما تبانش اهي، اكبر ازود هنا شويه ايوه كده لغايه ما يجي معايا كده، اقول له كروب، شوف هتروح فين اهو. ده كتاب بالنسبه للي مع الاولاني المره. طب التاني اللي مع البنت اهو، ابلود سيت اوت اهو، ده مثلا هو متظبط يعني، جاب الصوره كده متظبطه اهي كروب، ادي ادي الكتاب الاثنين اهو. طيب انا ممكن ايه اعمل فري داونلود كده، ممكن اعمل داونلود هنا اهو، هنا مش جايب لي بقى فري داونلود، ممكن اضيف كتابه هنا عشان اداري مثلا الجزء ده اهو، ادي التكست، واقول مثلا او تشينج مي، اجي عليها هنا كده واقول ايه في او قراءة القرآن الكريم ماشي، وابدأ انزلها كده عشان اداري الجزء ده كده اهو. ممكن اكبر اهو، اسحب دي كده اهو، والموقع هنا تقيل شويه. بعض الناس لما تيجي تشتغل على الاجهزه لو لقت فيه تقل يصبروا شويه. طيب هنيجي يعني نروح للجزء الاسمر ده كده، نحاول نظبط ده الكتابه. طب اللي فوق برضو الكتابة. المهم احنا عملنا الشكل ده، اجي اعمل داونلود، هاجي اعمل داونلود هنا، خدوا بالكم بقى اهو، بيقول لي تو واي، بدأ هنا يقول لي ايه مدفوع الاجر بقى،
بدأ هنا يقول لي مدفوع الأجر أهو سن إن مقاب برشوز، هنا مدفوع الأجر يعني باي أونلي كذا، ده الصورة دي عشان نزلها لي ب 7 دولار. طب أنا أعمل أنا في الحالة دي إيه بقى يا جماعة؟ أعمل أنا في الحالة دي إيه؟ هي دي بقى التركية بقى اللي أنت ممكن تستخدمها في الموقع كله. أهو أنت بتصمم الشيء وبعدين بتاخد باللايت شوت كده أهو الجزء اللي أنت عاوزه. أهو هاخد أنا حتى دي كده الكتابة دي كلها كده أهو أهو، واعمل ايه سيف، واخدها بسكرين شوت 3 خلاص. طيب انا عاوز الغي الخلفيات دي والغي الحاجات دي بقى، اروح للبرنامج بتاعي اللي هو ده، انا وانا فاتح برضو نفس الصوره دي اضغط على ابلود ايمج كده واختار الصوره اهي سكرين شوت 3 جي بي جي. شوف جابها لي اهيت، وجاب لي بقى الجزء بتاع قراءه القران الكريم اهوت ماشي، واقول له ايديت دي ممكن انزلها كلها كده لوحدها بدون خلفيه، ممكن استخدمها بدون خلفيه، وممكن اغير الخلفيه زي ما انا عايز ماشي اهو، او عاوز امسح الجزء ده اهو مثلا، لو انا عاوز امسح الجزء ده كده اللي هي الجزء ده كده ممكن بالاريز دي او اسيبه زي ما انا عاوز اهو، اكبر دي مثلا دي شويه كده واروح لدي اهو. يعني في امكانيات بتاع الفوتوشوب يا جماعه اللي بيستخدم الفوتوشوب لازاله الخلفيات هنا بتزيله، والموقع ده جميل جدا جدا جدا. تبدا بقى واحده واحده كده اهو ماشي، واروح للباك جراوند انا عاوز الخلفيه تبقى بالشكل ده اهو ماشي. طبعا هنا برضو جزء السمار ده باين لسه شويه، ممكن اصغر الريز دي شويه كده، انت بقى تحكم بقى كل واحد وامكانياته اهو. بصوا جات شويه من التيشيرت مش مشكله اه ماشي، واقول له داونلود اغير بقى الخلفيات زي ما انا عايز اهيت، مثلا اخد الخلفيه دي كده المنظر ده عجبني، المنظر ده اي منظر يعجبني المنظر ده مثلا اهو، ولو انت عامل شير عاوز تعمل شير شير. طيب انا عاوز اصمم غلاف للكتاب بس، اصمم غلاف للكتاب بس، اجي هنا اهو برضو في المقاب اهو اختار مثلا اهو اختار كتاب زي كده ممكن، او الكتاب ده ماشي، او الكتاب ده المنظر اللي واقف ده قدامي ده كده اهو، لو هناخد ده كده نصمم الغلاف ده اهو، اخد ده طبعا. يمكن الجهاز عندي الايه سريع شويه لان الهارد بتاع اس اس دي، لو بعض الناس الجهاز امكانياته بطيئه شويه يصبر شويه يستحمل شويه ماشي. ادي المنظر انا هنغيره اهو، اروح لايه الانسيرت ومجهز الصوره بتاعتي، انا عاوز ايه صوره في ظلال القران اهو متظبطه اهيت، واقول له كروب هياخد لي دي اهو. طب انا عاوز اعمل ايه كلمه ابلود دي ايمج اهي، الغيها برده كود ابلود، وهنا برده في ظلال الثاني الكتاب اهو، اروح برده للجزء ده انسيرت اهو الكعب اللي انا مجهزه بتاع سيد قطب اهو، وبعدين هنا اكبر كده عشان يجيبوا لي كله كروب، واخدين بالكم اهو جاب لي الكعب صورته اهو ماشي يا جماعه. هنا بقى برضو الداونلود مدفوعه الاجر، داونلود مدفوعه الاجر، هستخدم بقى الاداه اللي انا قلت لكم الاداه السحريه اللي احنا قلنا عليها دي، دي جميله جدا في الموضوع بتاعنا ده اهو. يعني لو حد لقى الجزء دي هيقول لا ده انا كده هيقفل الموقع مش عارف اشتغل عليه، لا شغل دماغك يا جماعه، يعني المفروض الانسان يشغل دماغه اهو. انا خدت السكرين شوت اهوت، واجي هنا كوبي كده سكرين شوت 4 اهو، عاوز الغي الخلفيه دي بقى كده لان عاملها لي بلاي ست اهوت، اروح للريموف اهو ابلود ايمج سكرين شوت 4، فين سكرين شوت 4 اهو اللي هو ده
لغالي كل ده هو، وممكن تاخدها انت كده متخرج يعني، ممكن تستخدمها في اي شيء اهو، داونلود اهو. انصحك ان انت احتفظ بدي وروح للايديت واعمل خلفيات زي ما انت عاوز بقى تاني اهو، اعمل خلفيات زي ما انت عاوز اهو. ممكن اعمل خلفية كده اهو، الخلفية دي ممكن اخد الخلفية دي اهي، ماشي. اعمل كل الخلفيات اللي انت عاوزها، ادي بعض الخلفيات اهي. صممت انت غلاف هتستخدمه. ممكن يا جماعه الموقع ده، يا جماعه بتوع الفري لايسن الفريلانسر ده، ممكن يستخدموا الحاجات دي ويبدا يعمل عليه شغل كتير. الفكره يعني، يعني انت ازاي تستخدم المواقع حتى لو غير مدفوعه الاجر، يعني مثلا مواقع مش مجانيه، ازاي ممكن نستخدم بحيل يا جماعه وافكار. يعني ممكن اهو زي ما انتم شايفين كده بنعمل كل حاجه وربنا بيوفقنا وبننقل المعلومه اهو. اخد دي ثانيه يا جماعه، يشغل دماغه يعني، شغل على الكمبيوتر عاوز تشغيل دماغ، عاوز تشغيل دماغ. طيب اجي بقى عاوز اعمل الكتاب ده برضو لايه، لتفسير الشيخ شعراوي، اروح لبلاي ست تاني اهوت، نفس الكتاب اهوت، اعمل ريبليس واخد بتاع الشيخ شعراوي اهو، اكبره شويه ايوه اهو كده، واقول كروب. عمال عاوز اغير الكعب ده بقى بتاع الصندوق، بخليه الشيخ شعراوي اللي انا عملته تاني برضو اهو، ريبليس. خد بالكوا انا استخدمت الايه، الرسام بنت، شغل دماغك ازاي نربط كل المواقع البرامج دي ببعضها ونستفيد منها. الكمبيوتر يا جماعه عاوز شغل تشغيل دماغ اهو. طيب اجي بقى انا طبعا هنا مش هينزل معايا داونلود برضه، نفس الفكره، هيقول لي بفلوس. طيب انا اعمل انا ايه كده، خلاص هقفل الجهاز بتاعي واخرج بقى بعد ما اتعلمت الحاجات دي، واخرج واقول كده انا مش عارف اشتغل على الموقع. لا، شغل دماغك، شغل دماغك اهو، واخد لاين شوت اهو. هم الاجانب يا جماعه بيستغربوا ازاي احنا بنعرف نعمل الحاجات دي. يعني العربي او المسلم يا جماعه يقدر يستخدم حاجات كتير جدا، هم بيستغربوا يعني، هم عندهم نظام آلة. احنا برضو ايه، ربنا ادينا الموهبة ان احنا نقدر نستخدم الحاجات دي اهو، ونطبع البرامج اكتر من برنامج مع بعض. سكرين شوت فين اهو، ادي سكرين شوت خمسة اهو، ادي ونزل داونلود. اغير خلفيه بقى زي ما انا عايز اهو، انا نزلته مره، طب انا انزله تاني معلش، اتاكد ان نزلته اه، طالما اداني واحد هنا يبقى نزل اهو، مش مشكله، انزله مره تانيه. ايديت، عاوز اضيف خلفيات، خلفيه زي دي في الخضره كده اهو، خلفيه هنا اللي هي البلاطه دي، داونلود. الخلفية دي يعني المواقع حتى لو كانت بفلوس احنا ممكن نقدر نشغل دماغنا ونشتغل ونعمل شغل جميل جدا. هم طبعا بيستغربوا ازاي احنا بنعمل الشغل ده وازاي نربط البرامج ببعضها. طبعا ده يعني ده ناتج خبراتك على الكمبيوتر وشغلك ومشاهداتك على اليوتيوب، وتعلم من خبرات الاخرين. طبعا لما حد يشوف الصوره النهائيه دي هيستغرب احنا عملناها ازاي، احنا استخدمنا اكتر من برنامج هنا اهوت اهوت، وتصمم الحاجات دي وتاخدها وتعرضها. طبعا بعض الناس يقول لك الحاجات دي تتعمل ازاي على فوتوشوب ولا
ادوب الستريتور ولا مواقع احنا بنعرفها بالصدفه وبعدين نربطها ببعضها، نربطها ببعضها يا جماعه. يعني مواقع، انا مثلا عرفت الموقع ده وبعدين عرفت الموقع ده، طب انا عرفت اللايت شوت وعندي فكره بالرسام، ازاي اربط كل ده ببعضه؟ ازاي اربط كل ده ببعضه؟ خلاص يا جماعه. طبعا نرجع برضو للايه، للموقع بتاع بلاي سيت اهوت. انت بقى روح بقى للمقب كده، ده الكتب، ده الكتب، في حاجات كتيره غير الكتب، بيزنس كارت ومش عارف ايه وفيس ماسكس والحوار ده ماشي، واي ماك وايباد وايفون ونفس الفكره دي. لو انا مثلا عاوز الايفون كده، ده انا عاوز احط صورتي هنا ولا صوره الشيخ شعراوي او كذا، او الكتاب ده مثلا انا اهو اخد دي ثواني، عاوز احط هنا الكتاب بتاع الشيخ شعراوي او بتاع سيد قطب، انسرت ايمج، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال يا جماعه، لا اله الا الله. احط صوره البنت دي الجميله دي مثلا وهي بتقرا كتاب سيد قطب اهو، واوبن، واجي اكبرها شويه كده عشان تاخد الصوره دي كلها. طبعا هتبقى ايه، الكتاب كله مش واضح وهي مش واضحه، ممكن جزء كده ممكن اهو، وكروب، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، ايه رايكم بقى؟ تخيل بقى انت بتشوف صوره زي دي معموله بالمنظر ده، بالجمال ده، هتقول ايه؟ طب مين اللي عمل الشغلانه وجاب الصوره دي؟ اهو واخدها اطلعها من هنا بالسكرين شوت كده اهو، عاوز اعمل لها ايه، خلفيه تانيه، سكرين شوت 6 بنفس الايد اهي، واروح انزلها كده اهي لوحدها، واروح للايديت واعمل خلفيه تانيه دي على البلاطة دي او هنا، هيتفرج يا عم، شوف انت الصورة دي تقول اتعملت ازاي، سحر ده ولا شعوذة؟ لا ولا سحر ولا شعوذة، تشغيل دماغ. هتقول لي سحر؟ لا مش سحر ولا شعوذة، تشغيل دماغ. التجارب اللي بتمر عليك والافكار اللي بتمر عليك تقدر تستفيد منها. يا جماعة اللي بيشوف الفيديو ده يا ريت ما ينساش يعمل سبسكرايب ويعمل ايه، اشتراك للقناة ويضيف كومنت يا جماعة ولايك، عشان اللايك ايه يقدر يوصلنا لعدد كبير من المشاهدين. ما تنسوش يا جماعة، انا عاوز ايه اشوف اللايكات واشوف الايه الاشتراك واشوف يعني التعليقات بتاعتكم على الافكار دي. هياخدها هنا في المنظر الجميل ده، ايه رأيكم في المنظر العسل ده اهو؟ هتقول اتعملت ازاي اهو، لا سحر ولا شعوذة لكن تشغيل دماغ وشير ايمج وتعمل كل حاجه وتضيف كتابه زي ما انت عايز اهو. نقفل كده ونروح لعادة. انا مش عاوز اطول عليكم، بس انا عاوز انقل لكم الخبرات، انا بنقل لكم الخبرات اهو. طب اروح لحاجه تانية، مقاب تاني اهو، في المقاب انا هنا في الايباد خدنا الايفون، طب تعال نشوف الايه، اي ماك ولا الايباد، ناخد الايباد كده اهو، ايه رايكم في الحاجات الجميله دي؟ طيب ايه رايكم في الشغل ده؟ ايه رايكم في الشغل ده؟ ناخد الشغل ده، ناخد دول كده مع بعض ولا ناخد اللابتوب والحاجات دي؟ طب ايه رايكم ناخد ده ولا ناخد ده؟ خلينا في ده، يلا نجرب كده، انقل الخبرات، انقل الخبرات. ها انسيرت ايمج، اربع صور، حط بقى في كل واحده ايه شكل معين. تعالوا بقى نشوف الشغل بقى اللي ايه الجميل ده، وادي التكست والديب كمان يا عيني عليه. تعال ناخد اول واحد اهو، تعال ناخد البنت الجميله دي اهو، القران الكريم اهو، ده اول واحد، هنشوف هتطلع فين اهي، في رحاب القران ده الكبير ده، خدت لازم نكبرها، لازم نلغي عشان نلغي الخلفيه دي يا جماعه، اعتذار لان هي واخده ايه. بص انا هحاول بقى كده اهي، انزل بقى الوش ده كده، الجزء ده اللي هيبان، واهم حاجه الوش يبان والطرحه. بصوا خد بالكم، الله 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 الله،
ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه العظمه دي، هوبا يا العسل. ده سحر ولا شعوذه؟ لا ولا سحر ولا شعوذه، ولا هو سحر ولا شعوذه. ناخد الحلوين دول ونكبر لهم دي كده قراءة القرآن الكريم اهو، نصغر تاني عشان بس ولا سحر ولا شعوذة. ها ايه العسل ده؟ ده جت تحت دي، مش مشكلة، ماشي عرفنا احنا. انت بعد كده تعرف بقى ايه الصورة بتروح فين، بتيجي منين. نكبر بقى في ظلال طبعا، مش هيجي بقى الكتاب اللي تحت كله عشان بس انا عاوز الغي الخلفيه دي يا جماعه، انا عاوز الغي الخلفيه دي. احنا ممكن بقى كنا نستخدمها مثلا في مكان تاني اهو، مش مشكله. انا خدت دي اهو كده وكروب، دي اللي هتظهر معايا، هتظهر معايا في ده اهو. طبعا عاوز دي بقى الكبيره دي، ممكن اخد بقى الصوره دي، دي مثلا دي كانت تيجي هنا الصوره دي، ولا ناخد بقى بتاع الشيخ شعراوي. ناخد العظمة دي. ايه رأيك في العظمة دي بقى؟ ناخد الشيخ شعراوي، لازم تكبر دي بقى كده عشان تاخد الصورة دي. طب ممكن اعمل كروب اهو، ممكن تعدل فيها تاني يا جماعة اهو، كروب أو. ممكن لو انا عاوز دول اغير ريبليس تاني، ريبليس تاني واخد دي وكروب كده. اوه ده لا لا ريسيت، ممكن اعمل دي كذا كده، معلش اهو ريبليس. اهو دي مش مشكلة، أنا هاخد على قد دي كده، ظهرت في المربع الجزء ده أهو كروب أهو، ظهرت لي هنا أهوت. ممكن أغير دي، شوف دي كانت فين، أهي موجودة أهي ماشي. طيب أنا بقى هنا عشان أعمل داونلود مش هتيجي معايا الداونلود أهو زي ما إحنا اتفقنا أهو. أنا بس أنا فين ديت، استنى أغير الصورة دي اللي هي دي، أغير دي اعمل ريبليس واخد البنت الايه. ممكن اخد الصوره دي بتاع الشيخ شعراوي كده اهو، ما فيهاش حاجه دي برضو اهي عادي، دي انا ما عملتش فيها حاجه دي قبل كده اهي. اكبر دي شويه اهي، اصور كروب اوه 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 اوه. رايح فين يا عم؟ يلا هوب 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 هوب. لا ده ما جابش الصورة، ما جابش معايا ابلود، ما جابش معايا، ما جابش معايا، ما جابش معايا. طيب ناخد البنت الجميلة دي بتحكم، بس خد بالك الماوس لما بيبقى ايه بطيء كده اهو. انا عاوز ايوه افرغ الفراغ ده اهو كروب. اوبا ايه العسل ده، ايه العسل ده، ايه الجمال ده اهو. ايه رايكم يا جماعه كده، ايه رايكم كده اهو. ممكن اضيف نص هنا برضو، تش
تشينج ايمج واروح لتشينج ايمج واقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. وافضل الذكر يا جماعه هو القران الكريم. هو القران ايه الكريم، واحطها هنا او احطها هنا فوق كده، او ممكن اصغر اخدها تحت مثلا، ولا اخدها تحت كده. هنيجي بقى نعمل داونلود هنا للجزئيه دي، مش هتنزل معايا خلاص بفلوس. انا عرفت القصه بقى يا فلتان. اروح للايه، الاداه السحريه دي اللي انا قلت لكم ازاي تنزلوها، ماشي، واخد الجزء ده اهو اهو، واروح اقول له كوب سكرين شوت. سكرين شوت كام؟ 7. واروح للموقع الخرافي ده الممتاز واقول له ابلود سكرين شوت 7 اهو. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ هو طبعا شال لي كلمه ايه الصوره برضو، شال لي دي، شال لي دي، مش مشكله مش مشكله. انا ممكن بقى الغي الجزء الايه الاسمر ده واعمله خفيف، اقول له اديت هنا اهو اهو، واجي هنا في الريز دي كده، عاوز انضف الحته دي اهي. انت بقى بايديك وحسب امكانياتك بقى اصغر تاني الاريز دي كده، عشان مثلا عشان تخش في مناطق. انت بقى شوف بقى تقدر تعمل ايه اهو. ماشي اهو. انا مثلا عاوز اروح الخلفيه الباك جراوند اهو، اغير بقى الباك جراوند بتاعتي اهو، خليها في الخلفيه دي. ايه رايكم في الجمال ده؟ ايه رايكم في الشياكه دي اهو؟ داونلود اهو. هتقول لي ده الشغل اتعمل ازاي؟ سحر ولا شعوذه؟ لا سحر ولا شعوذه، تشغيل دماغ. ماشي يا جماعه، ما تنسوش اللايك شير سبسكرايب، التعليقات الجميله بتاعتكم يا جماعه، التعليقات الجميله بتاعتكم يا جماعه، التعليقات الجميله بتاعتكم يا جماعه اهو. داونلود كل دي هتبقى صور عندك، استخدمها بقى في اليوتيوب في المواقع، في زي ما انت عايز اعمل منها. عاوز تبيع صور، عاوز تبيع صور وتغير خلفياتها، ودي كلها مالهاش حقوق ملكيه يا جماعه، لان انا طبعا محدش يقول بقى حقوق الملكيه، حقوق الملكيه فين؟ ده احنا عملنا شغل ما اتعملش يعني. ايه رايكم في الشياكه دي؟ ايه رايكم يا جماعه في الشياكه دي؟ مجموعه الكراسي دي. طيب تعال شوف هنا المنظر ده جميل، اول ميه دي وداونلود. شوف يا جماعه الموقع خرافي خرافي، موقع فيه شغل كتير جدا، هقعد اشرح كتير هتضايقوا وطول الفيديو كبير يعني. انا بصراحه لو عجبكم نشرح جزء تاني ونخش في الموقع بالتفصيل اهو. المقب المقب يا جماعه في ديزاين وفي لوجو، في حاجات كتيره ها، في حاجات كتيره جدا يا جماعه. خلاص انا كل ده شغال، بس فين؟ في المقب. كل ده شغال فين؟ في المقب اهو. فيس ماسكس، انتوا سامعين الطبله بتاع المسحراتي؟ ده الطبله بتاع المسحراتي، فيس ماسكس اهو، دي الطبله بتاعت المسحراتي يا جماعه اهو. الماسك ممكن اعمل ماسك زي ده اهو، وخلفيه زي دي كده، ايه العسل ده اهو. واخد الصوره ده بتاع الراجل ده، حط بقى، جيب بقى صور زي ما انت عايز. كورونا كورونا كورونا، اكتب بقى وحط وجيب صور واعمل اللي انت عاوزه. يلا يا جماعه انسيرت ايمج. طبعا هناخد بقى ليه الماسك ونعمل الصور ديت، بس طبعا ما تمشيش معانا، نجرب اهو احنا بنعمل. انا عاجبني البنت دي يا جماعه قوي. براء 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 براء، شفتوا اهي التيشيرت والانسيرت ايمج التاني.
ناخد حاجة كده مثلا، نروح للبيكتشر كده زيس بي سي. ثواني كده يا جماعة، بس مش هتيجي معايا البيكتشر دي. داونلود 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 بيكتشر. جرب ناخد اي صورة من هنا مثلا، الاهرامات دي هتيجي معايا. الاهرامات هتيجي معايا، الاهرامات في الماسك اهو جات يا جماعة، اهو الماسك جات. ماشي طيب، هاجي اعمل له داونلود. وهنا اقول شيرت كلر، اللون بتاع الشيرت عاوز اغيره اهو. لونه احمر يمشي مع اللون ده؟ لا، ممكن اغير لون تاني. الجماعه بقى اللي هو بتاع اللي هي تصميم للطلب برينت ديمون، ها يعمل تيشرتات زي ما هو عايز. طب نخليه اسود. ماشي، والفيس ماسك كلر او ماسك كلر برضو بتاعي عاوز العب فيه زي ما انا عايز. ماشي، عاوز اضيف تكست اقول ادي تكست اهو بالقرآن الكريم تحفظ من كل شيء، تحفظ من كل شيء. عاوز اصغر دي كده شوية اهو. هنيجي بقى نعمل داونلود. ايش هتيجي معايا الداونلود اهو، خدوا بالكم. اقفل دي، خدوا بالكم. شيرت كلر اهو، غيرت الشيرت كلر والحاجات دي. طيب اعمل انا ايه بقى؟ اظبط الصوره كده اهو. لما اجي اعمل باك جراوند، خد بالكم دي هتشال، بالقران الكريم دي هتشال، لكن انا ممكن اخدها صوره هاي. انا باخد الصوره دي من ايميج اهي، سكرين شوت 8، واروح للريموف، واروح لابلود ايميج سكرين شوت 8، واروح للمكان اللي انا كنت فيه داونلود. خد بالكم يعني عمليه تنظيميه يا جماعه، لا اكثر ولا اقل اهو. هتشيل بقى كده، وادي الصورة الخلفية اهي. ايه رأيكم؟ ممكن انزلها كده. ممكن اعمل ايديت اهو، اخليه كده خلفية وكده. ايه رأيك؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ سحر ولا شعوذة؟ لا سحر ولا شعوذة. اعمل سبسكرايب واعمل شير واعمل لايك، ها هتلاقي نفسك 10. شجعوني يا جماعة بقى، شجعوني شجعوني بعد ما عملت لكم الشغل ده، شجعوني اهو. ايه رايك في الصور دي؟ ايه رايك في الصور الجميله دي؟ يا نهار ابيض، ايه رايك في الشغل ده يا جماعه؟ طيب تعالوا بقى نغير الخلفيه دي، احنا هنا حاطينها في ظلها، تعالوا نحط الصوره بتاعت الشيخ شعراوي اهو. انا عاوز اخد الصوره بتاعت الشيخ شعراوي دي اللي هي الاولانيه دي اهو، بتاع الشيخ الشعراوي برضه نفس البنت. ممكن ولا احطها في الموبايل؟ ايه رايكم؟ نجيب الموبايل اهو. ايه رايك في الموبايل ده؟ ناخد الموبايل كده. لا بس طبعا هنا عشان تكبر كده هتبقى كبير قوي. ممكن تيجي الصوره اهي برضه. ايه رايكم؟ ايه الشياكه دي؟ طيب ممكن برضه اغير تاني اهو، بتاع الشيخ شعراوي اهو. انا بعمل بس بكبر عشان يا جماعه النقط اللي الحته ديت ما تظهرليش، لان خد بالكم لو انا عملت كروب كده بصوا ايه اللي بيحصل من غير ما اكبر. بصوا الصوره عامله ازاي. طيب نرجع تاني نعمل ريسايز اهو. انت بقى تتحكم في الجزء اللي عاوز يبان من الصوره اهو. كروب الصوره عامله ازاي؟ ملت
وانا عاوز ايه اخد برضو نفس الخلفيه اهي. سكرين شوت كام؟ 9. ونروح للموقع الخطير اللي بيغير لي كل حاجه. اوه كل ده 9. ثواني يا جماعه. اعمل ابلود سكرين شوت 9. سكرين شوت 9 9 اهو. ايه رايكم كده؟ اعمل له داونلود. اروح للايديت اغير الخلفيه. ايه العسل ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه يا اولاد الحاجات الحلوه دي؟ يا نهار ابيض يا اولاد. والصوره طلعت و... ايه الجمال ده يا جماعه؟ ايه الشياكه دي؟ يا عيني يا عيني. مين اللي عمل الشغل ده؟ ما تشوف الصوره دي بقى لوحدها كده تقول الشغل ده اتعمل فين؟ في اي مكان؟ والراجل ده ايه جاب ايه علاقته بالبنت اللي موجوده والصوره العاليه دي؟ خدها كذا نسخه اهو سيف. خد غير خلفيات زي ما انت عاوز. شو اتفرج يا عم اتفرج يا سيدي. داونلود ايمج. خلاص يا جماعه كده وصلنا، يعني ده كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو وعرفنا كل ده. هحط لكم المواقع بتاعته اسفل الفيديو ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف بقى نتفرج على الصور دي اللي احنا عملناها دي اهو. نفتح دي كده ونشوف بقى الصور اللي احنا عملناها اهو. الصور اللي احنا عملناها. لما انت تشوف الصور دي لوحدها كده تقول اتعملت ازاي. اهو ادي اللي احنا جبناها من جوجل. ادي الصور جبناها من جوجل. تعالوا بقى ناخد كده من هنا. اتفرج يا عم ايه رايكم؟ ايه رايكم يا جماعه؟ شوف الصور دي بقى تاخدها بقى استخدمها في مواقع، استخدمها في مكان غلاف كتاب، حطها في مواضيع، في مدونات. افكار يا جماعه ازاي تطبقها. ايه رايكم يا جماعه؟ ها استاهل لايك؟ استاهل سبسكرايب؟ استاهل اعجاب؟ استاهل تعليق كويس تحفيزي؟ عاوز اشوف الفيديو ده يا جماعه يعني يولع القناه. عاوز اشوف الفيديو يجيب اعلى مشاهدات. ها كله ده طبعا في ظل القران يا جماعه، احنا في رمضان. ارجوكم اللي هيستخدم الحاجات اللي بقولها دي يستخدمها فيما يرضي الله، ما يستخدمهاش في حاجات مش كويسه. ماشي خلاص وكده يكون انتهينا من الفيديو. ومش ه... يعني عاوز اشوف بقى الاعجاب واشوف التعليق واشوف السبسكرايب. والى اللقاء في عمل اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.